امبارح وزارة الداخلية نشرت فيديو بيوضح الجهود اللي قامت بيها أجهزة الوزارة وأبرز القضايا اللي تم ضبطها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع. تعالوا نتابعها من خلال التقرير التالي. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 31 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 8721 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 33 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 571,945 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9264 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 865.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، كما تم ضبط 8 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت قرابة 38.5 طن أقماح، وكذلك ضبط 4050 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 16 طن، كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 3.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2569 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، وتم ضبط أكثر من 169.5 طن، كما تم ضبط 119 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 121.5 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط قضية في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 20 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 572,293 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 221,601 تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2542 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 106 سائق منهم، كما تم المرور على 51 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 155 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا، كما تم فحص 155 مركبة وتبين مخالفة 9 منهم، كما تم رفع 364 سيارة و40 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 11,793 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1177 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1356 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2186 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3282 مخالفة ملصقات وضبط 35 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 282 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار
ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 55,319 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 29,933,530 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 231 قضية، من بينها 130 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و101 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 31 قضية بقيمة مالية بلغت 73,458,474 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 943 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,389,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,877,491 جنيهاً.